قال خالد بن الوليد ما ليلة يهدى إلي فيها بعروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليل في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد. تقدم المثنى وقاد جيشه ثم وافاه الموت ففاضت روحه فإذا بسعد للمثنى خليفة انهض بنا قد بلغ الزحف ذرا. بلغ الزحف ذرا بدأ انتصارنا نحن ضمنا ثم فارقت الحياة هيا شاهد نصرنا انهض مثنى. بلغ الزحف ذرا بدأ انتصارنا نحن ضمنا ثم فارقت الحياة هيا شاهد نصرنا انهض مثنى. انهض مثنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية يا من تمنى خض الغمار ثم وافت المنية. انهض مثنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية يا من تمنى خوض الغمار ثم وافت المنية. سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى. عندما دوى النفير أندنا وقت الجهاد بدأ الآن المسير كي نقاتل الأعادي. بينهم روحاني باتوا بالقرآن قاموا كالفرسان ثاروا كالبركان. بينهم روحاني باتوا بالقرآن قاموا كالفرسان ثاروا كالبركان. انهض مثنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية يا من تمنى خض الغمار ثم وافته المنية. انهض مثنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية يا من تمنى خوض الغمار ثم وافت المنية. سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى. وقف الجيش وعسكر وكذا الكفر تحشد فإذا سعد يكبر وكأن الأفق ترعد. فالتقى الجيشان إنه الطوفان تشهد الوديان قاتل الفرسان. فالتقى الجيشان إنه الطوفان تشهد الوديان قاتل الفرسان. انهض مثنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية ويا من تمنى خض الغمار ثم وافت المنية. انهض مثنى انهض وشاهد جيشنا في القادسية خوض الغمار ثم وافته المنية. سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى سل الأعمص عن النهر بالدم استقى سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى سل الأغوث عن الصحب
ربي حزما وتقى. سل الأعماس سل الأعماس سل الأعماس سل الأسياف عن الغم في الثرى التقى. ها هي الأفيال ولت وانطوى الجيش ذليلا، راية الفرس تهاوت رستم غدا عليلا. فخذوا الخبر بشروه عمرا، جيشنا قد نصر جيشهم قد قهرا. فخذوا الخبر بشروه عمرا، جيشنا قد نصر جيشهم قد قهرا. إن هضم ثنا إن شاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى خطى الغمار ثم وافته المنية. انهض وشاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية. سل الأغوة عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى. سل الأعمى سل الأعماس عن النهر بالدم استقى. سل الأسياف عن الغم في الثرى التقى. أطفأوا نرى المجوس أوقدوا نرى الهدى، ثم ضحوا بالرؤوس كي ينالوا الموعدا. أرضوا الرحمن سادوا الأكوان، هدموا الأوثان زلزلوا الطغيان. سادوا الأكوان هدموا الأوثان زلزلوا الطغيان. إن هضم ثنا إن هضم شاهد جيشنا في القادسية. ويا من تمنى خطى الغمار ثم وافته المنية. إن هضم ثنا إن هضم شاهد جيشنا في القادسية. ويا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية. سل الأغوة عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى. سل الأعماس عن النهر بالدم استقى. سل الأسياف عن الغم في الثرى التقى. سل الأرمد عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى. سل الأعماس عن النهر بالدم استقى. سل الأسياف عن الغم في الثرى التقى. فإذا يأمر سعد أن يصلون جماعة، فإذا القصر سيغدو مسجدا لله طاعة. فانحنى الأبطال سجدا قد مالوا، دمعهم هطال دمهم سيال. فانحنى الأبطال سجدا قد مالوا، دمعهم هطال دمهم سيال. إن هضم ثنا إن هضم شاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى إن هضم ثنا إن هضم شاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية. سل الأغوة عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى. سل الأعماس عن النهر بالدم استقى. سل الأسياف عن الغم في الثرى التقى. سل الأغوة عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى. سل الأعماس عن النهر بالدم استقى. سل الأسياف عن الغم في